مساء الخير، انا جيهان محمد من 10 الاوائل على اوريفليم مصر. عايزه اقول لكم ان انا بدات من 11 سنه مع اوريفليم. انا كنت مدرسه وبدات ان انا افضل يعني اجيب منتجات وابدا ان انا ابيعها، بس لما عرفت ان السر هو ادخال اعضاء بدات ادخل اعضاء وادربهم ازاي هم ينموا. ودلوقتي حصل في حياتي طفره جميله جدا، ان انا حاجات كتير جدا ما كنتش احلم بيها دلوقتي حققتها مع اوريفليم. ان انا كنت ما احلمش ابدا ان انا اسافر بره مصر، الحمد لله سافرت حوالي 20 مره مع اوريفليم مصر مع اولادي وعيلتي. طلعت قاده كتير من تحتية الحمد لله، برده كان عندي بس هم اعضاء كده فردانيين، بدات ان انا اطلع اعضاء كتير من عندي. بدات كمان انا اخدت الشيكات، يعني عايزه اقول لكم الناس اللي هي بتقول لا دي الشيكات، لا انا الحمد لله اخدت شيك ب 1000 دولار لحد شيك 24000 دولار. عايزه اقول لكم كمان ان انتوا تبداوا، محدش يقول لا انا لا المشوار بعيد عليا، لا انا مش هقدر ادخل اعضاء كتير، لا انا مش هقدر اعرض الكتالوج على حد، لا ابداوا وابداوا اعرض الكتالوج، احضروا الاجتماعات بتاعتنا كتير. طبعا لما بتسافر بره ده بيبقى حاجه رائعه جدا، وريفلام بتكرمنا تكريم حلو جدا. احنا حضرنا كمان في قاعه نوبل تكريمات حلوه جدا مع اوريفليم، واتدربنا على حاجات كتير جميله كمان. احنا بقينا يعني انا الحمد لله من التوب 15، وبدات ان انا كتير يعني اعمل حاجات كويسه. فاتمنى لكم كلكم والاعضاء بحييكم تحيه جامده جدا، ان احنا عاملين جروب حلو مع بعض وبنشتغل حلو قوي. الساربيو كمان عمل معانا طفره رائعه في المجموعات بتاعتنا، احنا كل 3 شهور عندنا كلاس ساربيو. فاتمنى ان انتوا كلكم تنضموا معانا ليه، لانه فعلا اللي بيحضر وهو مستوى قليل بيبدا يكبر بعد كده على طول. يعني انا عندي اعضاء كانت صغيره بدات من الزيرو 3% بدأت تحضر الكلاس بتاع الساربيو، هي دلوقتي 18 وعلى وشك ال 21. ده برضو بيخليها حاجة كويسة جدا. ما شاء الله ما حضرش الاجتماعات، لا الاجتماعات مفيدة قوي قوي. وعايزة كمان اقول لكل عضو بيسمعني دلوقتي، انزل بروسبكتنج كتير كتير جدا جدا. بروسبكتنج انزل في كل مكان، ما خافش ما قلقش ما اقولش لا ما ينفعش، اخد ستاند واروح اقضيه في اي مكان، دوت هيكبرني جامد جدا. وابدا انزل في اي مكان اجيب اعضاء واحضر الاجتماعات واضربهم حلو جدا جدا علشان يبقوا قاده كويسين جدا. انا ما كنتش احلم ان انا اسافر بره. انا عايزه اقول لكم احنا مسافرين ان شاء الله في شهر 8 دبي، وفي شهر 1 مسافرين جنوب افريقيا. ده من الحاجات برده اللي حلوه قوي، ان انت كل سنه بتحافظ على سفريتين مع اوريفليم. ما اعتقدش ان اي شغل في الدنيا هيديك نفس الفلوس اللي اوريفليم بتديها لك، ونفس السفر ونفس الحاجات الحلوه كتير جدا بتغير في حياتك حاجات كتير. انا دلوقتي الحمد لله بعيش عيشه كويسه جدا من اوريفليم انا واولادي، وبنسافر وبناخد فلوس حلوه. وبجد اوريفليم انا بحييها جدا وبحيي كل اعضائي. ميرسي ليكم، باي باي.